السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم على الصحة والعافية، اللهم آمين. الغلط أو أي إنسان يغلط غلطه بينقسم إلى واحد من ثلاث أنواع. إما أن الغلط يكون شخصي، فبالتالي هذا حسابه أو الشخص المسؤول عن محاسبته فقط هو ربه أو القانون إذا كان خطأ في شيء قانوني. النوع الثاني هو أن يكون الغلط على شخص آخر، ما معناته أنه في ظالم وفي مظلوم، فغير حساب ربه والحساب القانوني لازم الشخص المظلوم يسامحه أو على الأقل يأخذ حقه. هذا شيء متعارف عليه وكلنا نمر فيه، ما في حد ما كان ظالم في يوم من الأيام أو ما كان مظلوم في يوم من الأيام، لكن مر فيها مش مشكلة، أو على قولتهم نوت أبيك ديل يعني. لكن لما يجي الغلط ويمس العادات والتقاليد ويمس سمعة البلد وأصول البلد، ولما ان اي هذا الغلط يمس الاعراف ويمس الدين ويمس كل شيء تربينا عليه او عرفناه، وبين قوسين علني يعني مفاخر فيه، يعني انا بغلط وبسوي وجدامكم وفيكم خير رمسوا، هذا رمسنا نحن كرمسه والقانون بياخذ مجراه باذن الله. تفضل. خلني أبدأ الموضوع من أقلها بجاحة إلى أعلاها، يعني نفس ما تشوفون في الفيديو، زواج بويا أمام الملأ. يعني العبارة نفسها صعب الواحد يسمعها، لأن ما تعودنا، ما في حياتنا تعلمنا أن هذا الشيء مو بأنه صح وغلط، لا، أنه أصلا ممكن يصير أن وحدة تطلع أمام الناس في بث لايف مباشر قدام الناس تقول لهم يا بشر أنا بتزوج ربيعتي، والبلوى أنها مشهورة. أنا هذا اللي جلطني، ليش البلوى أنها مشهورة؟ مش لأن هي مشهورة فقط، دام أنها مشهورة معناتها في ناس يتابعونها وفي متابعين منهم صغار في السن أو العقل، في نوعين ترى، صغير في السن بيكبر على تعلم هذا الشيء، أو صغير في العقل يعني مهما كان عمره بعد مخه ما قابل صح، فهذيلا ممكن يقلدونها في يوم من الأيام وما حد يقول لي لا. هاي فكرة من غرست في مخ الطفل صعب إنك تطلعها، صدقني صعب. ولا مش مشكلتي العظمى إن هي بوية وعندها وحدة، لأن نعرف إن هذا الشيء موجود، مش يعني عادي، لكن نعرف إنه موجود بالسر، نسمع قصص نسمع هي بالسر نعرف إن هالشيء موجود. البلوى اللي عندي إنه خلت الموضوع زواج، يعني ارتباط بين ثنتين، يعني هاي في يوم من الأيام عادي حد يكلم حرمتها ولا زوجها ولا ما أعرف، هل هو في ذكر وذكر ذكر وأنثى ولا يعني الحين أوكي هاي بوية زوجت وحدة ما أعرف شو يذكرونه، والله ما أعرف العالم كيف يتعاملون مع بعض. البلوى ان هي ماخذتين الموضوع انه لا زواج وخطبه وعرس وعادي والحياه تمشي، يعني باكر واحد بيكلم وحده من هاي ربيعتها ولا ما اعرف كيف يتكلمون وياهم، يا اخي واحد بيكلم الوحده اللي وياها اوكي شي ممكن تمشي، لا والله بتقول له لا هاي حرمتي شي، يعني تعرفون انا احاول يعني كم مره جلست اعيد هذا الفيديو احاول ان اطلع بالجمله صح ما بقادر، يعني أتي البوية تقول هاي حرمتي ما 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 ما, ما تنبلع، يعني هذا كله على جنب. أصل البنية إن أصلها من وين مش مهم، لكن الأكيد إن هي خليجية، ما بأكد من أي دولة لأن صراحة مش متأكد، لأن في عندي روايتين من دولتين ابدا ما يفخرون بهالاشكال، هذا شيء اكيد، فبالتالي مش فارقه مع من اي دوله، لكن مخالف لنفس العادات لكلا الدولتين، ف مش مهم. ايوه الناس يقولون من الدوله الفلانيه الدوله الفلانيه، مش فارقه من اي دوله، هي دامنا خليجيه العادات عندنا والاعراف وحده ما تتغير، فما تفرق. البلوى ان هي ياس تتفاخر البلوى ان هي ياس تتفاخر في الموضوع،
يعني تحس ان اللي هي سوته شيء صح وانجاز، والمفروض ان هي ابدا ما تعاقب عليه ولا تحاسب عليه ولا كانه في حسيب. انا بذكركم، انا والله العظيم لا تنشل قانونيا، والله العظيم لا تنشل، واصبروا علي على هذا الكلام. مشكلتي ابدا مش موضوع ان هي بغوية ولا جنس 17 ولا اي كان موضوعها، هذا شيء ما لي علاقه فيه اتكلم، ما لي علاقه ان اتكلم عنه واقول والله هذا الشيء غلط، هذا موضوع يحاسبها في ربها، يحاسبها في القانون اذا كان في خلال او خلل او اخلال بالقانون، بالاحرى اخلال بالقانون. لكن الموضوع ان هي مخلي الموضوع لايف وقدام الناس وعادي والامور طيبه، وي ار كابلز وي ار هابي فريندز، لا خاتم الهبل هذا. يعني ما اعرف اني هل هي تتحسب ان ما راح يكون عليها لا حسيب ولا رقيب ولا تعامل. لا، للاسف وصلنا الى زمن نشوف نفس هالناس صار عندهم جرأة ان يتفاخرون بالانحطاط اللي هم عايشين فيه امام البشر، وانه عادي وان الموضوع راح يعدي بالساهل. ما راح يعدي، تذكروا كلام. السلام عليكم.